انا قلت ان انت مش مهتم تشوفني فقلت اجي لك بنفسي. انت هاي مظبوط مظبوط يا شيخ صابر، ودي بقى بركه ولا حد بلغك بمجيئي؟ لا توقعت فعلا. انا هايم صاحب الشركه اللي اختك هبه كانت شغاله فيها. اهلا وسهلا. خير، انت كنت عايزني في ايه؟ انا قلت يعني اجي اسمع منك الجديد، احوال هبه ايه دلوقتي؟ زي ما هي في المستشفى. انا عمري ما توقعت انها ممكن تعمل كده. الله اعلم هي عملت كده ليه؟ ومين السبب في اللي حصل؟ هو انت شاكك في حاجه تانية؟ انا اختي عارفها كويس، عمرها ما كانت تفكر تعمل كده خالص. ايوه بس غريبه يعني انها تطلع مريضه نفسية. اصل مش معقول يعني تبقى حاجه تانية واخوها صابر المداح. حاجه تانية زي ايه؟ انا اعرفك من زمان. تعرفني من زمان؟ تعرفني من امتى؟ سنتين بس ما تقابلناش، من ايام سمير ابو المجد. عشان كده اول ما سمعت اسمك ما اطمنتش ليك. ليه؟ وانا فكرتك بحاجه وحشه؟ اللي اعرفه انها كانت ايام خير بالنسبه لك، وعلى حد علمي ما سمعتش حاجه وحشه عنك. اللي اعرفه انت شيخ بتساعد الناس. هو انت بقى كنت عايزني اجيلك الشركه عشان تطمن على اختي، ولا انت كنت عايزني في خير زي ما كنت طالب من الامير؟ في الخير طبعا. انا عارف علاقتك يعني باهل البلد، وانت اكتر واحد ممكن تساعدني. ما سيبك بقى من الدخله دي، ادمت قوي، شيلوني بقى من دماغكم بقى. انت فاهمني غلط. فاهمني انت؟ انا اختي من ساعه ما اشتغلت عندك وهي حالها اتبدل، وجاي لي دلوقتي تقول لي على كلام غريب انا مش فاهم بتتكلم في ايه، وبتقول لي انت عرفتني من زمان. طالما انت عرفتني من زمان اشمعنى دلوقتي جاي تسال عني؟ واضح يا شيخ صابر ان انت اعصابك تعبانه، بس زي ما قلت لك انا كنت عايز الخير ليك ولاهل البلد. بس تمام، فرصه سعيده، واتمنى ان دي ما تبقاش اخر مقابله بينا، ولو ان اللي شايفه في عينك العكس. ها صحيح، بقى في حياتك.